على هامش جلسات الحوار الوطني تابع يعني هنتابع مع حضراتكم لقاء مع النائب أحمد عاشور أمين مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار المجتمعي. في الحقيقة النهاردة احنا استمعنا لأكثر من 50 مداخلة من مختلف التيارات السياسية وجميع الأطياف والخبراء والمتخصصين فيما يخص القضية السكانية. هناك اتفاق بين جميع المشاركين على أن القضية السكانية من أخطر القضايا اللي بتواجه المجتمع. هناك اتفاق على أن القضية السكانية لا تختلف في مخاطرها عن قضية الإرهاب. هناك اتفاق على أن سبب من أسباب المشكلة الاقتصادية اللي بتتعرض ليها مصر في الوقت الحالي هي الزيادة السكانية. استمعنا إلى كلمة من أحد المشاركين على لسان الأستاذ جمال حمدان لما قال أن أي مشكلة بتواجه أي دولة ابحث عن المشكلة السكانية. هناك بعض الملامح والاتفاق بين جميع المشاركين فيما يخص التوصيات. في اتفاق أن لابد من تدخل تشريعي في تحديد سن الزواج بالنسبة للشباب. هناك اتفاق على أن لابد من أن المجلس القومي للسكان يكون جهة مستقلة سواء تابعا لرئيس الجمهورية أو جهة مستقلة تابعة لإحدى الجهات السيادية. هناك اتفاق على أن لابد من الاهتمام بالناحية التعليمية وخصوصا فيما يخص المخاطر التعليمية في مراحل التعليم الأساسي وأن تكون مادة الزيادة السكانية ومخاطرها إحدى المواد الدراسية الموجودة. هناك اتفاق على أن احنا لا يمكن أن احنا نختزل القضية السكانية في معدلات النمو السكاني المتزايد، بل هناك شكل آخر للمشكلة السكانية بيتمثل في توزيع السكان داخل رقعة الأرض المصرية. تعلم أن احنا كلنا بنتركز في 7 أو 8% من مساحة مصر، فدي مشكلة أخرى. التوسع الجغرافي عن طريق المدن الجديدة أحد المطالب اللي برضو تم مناقشتها واللي ظهرت في أكثر من حوالي 20 مداخلة من السادة الخبراء والمتخصصين ومختلف التيارات السياسية اللي شاركت في الحوار النهاردة.